قبل حكمك هتوصل بعد 5 دقايق بالظبط. مرياسة وتحكم على الفاضي. نفسي اعرف مين اللي وراها فوق. حكمة هاشم زودتها وعدت الخط الاحمر. الست دي تجاوزت حدودها فعلا. صراحة بقى انا شم ريحة مغامرة. بابي يقدر يشتري المدرسة دي كلها باللي فيها. ممنوع يا فندم لما تخلص عملية التفتيش. انت حافظتي على كرامة المدرسة. الوليه دي مخها كبير قوي. حكمة هاشم ما بتتغيرش ابدا. في احتمال كبير ان يصدر امر دولي بالقبض عليكي. انا هقف لهم وهنشف كل اللي بيوظفوني. المدرس اللي بيعلم ويربي ويأثر في النشء ازاي نربيه هو؟ ازاي نخلصه من اشكالاته عشان يبقى انسان سوي؟ ضمير ابلة حكمة من الاحد الى الخميس 10 صباحا على قناة مصر الأولى.